مساكم الله بالخير والعافية. حلقة جديدة من شهقة عشق بين قوسين حرب النجوم. أنا اليوم من حقي أفتخر بموضوع جدا مهم، هو تعاطيكم وتعاملكم ويا الحلقات السابقة، الحلقات الثلاثة خلينا نقول من حرب النجوم، جملة أو مختصر مفيد خلينا نقول من الأشياء اللي أنا ردت أفتخر بيها. على سبيل المثال محمد رضا يقول من أجمل حلقات شاهدتها، شعراء ونجوم مبدعين، شعريتهم مليئة بالإحساس والحب والصدق، صوتي للشاعر حسين العميدي وكل الحب والتقدير للشاعر علي حسن علوان. باقر علي يقول أكذب عليك إذا أقول لك راح أصوت الواحد منهم وكمية الشعر والشعرية الموجودة عندهم، راح أضم صوتي لابن ولايتي علي حسن علوان كشعر وما أقدر أصوت لأن اثنينهم متروسين شعر. اللي ردت أوصل له شنو؟ إيش قد حلو اليوم من نتنافس بدون ما نختلف، إيش قد حلو من ندلي بأصواتنا بدون ما نقلل من قيمة الشاعر الثاني، إيش قد حلو من نعرف شلون نتعاطى ويا موضوع الشعر والمنافسة بصورة عامة وبحب. يعني أنا اليوم قلبت ما يقارب 8000 تعليق، ما لقيت بي ولا تعليق واحد مسيء. أولاً الرسالة اللي توصلها للناس بصورة عامة للي يقولون بأنه الشباب العراقي عنده طاقة سلبية ويجي يفرغها بالتعليقات ويجي ويحكي وينتقد فلان وينتقد فلان، أدعوهم دعوة من أخوهم الصغير يروحون يفرغون ولو 10 دقائق من وقتهم ويقرون كل التعليقات اللي نزلت على حرب النجوم من أول حلقة لهاي الحلقة. راح يثبتون لنفسهم أولاً بأنه الشاب العراقي مهذب جداً وواعي جداً وخلوق جداً. أنتوا كلكم متحمسين تعرفون من اللي كان فائز بالمرتبة الأولى. الفائز كان أنتوا طبعاً، وأنا شخصياً كنت كلش مستمتع بالحلقة، بس بالتالي هو تصويت والفائز كان الشاعر حسين العميدي. واليوم حلقتنا كلش مختلفة. ليش كلش مختلفة؟ لأنه اليوم شعرانا اثنيناتهم من الجيل الذهبي، احنا كنا نصيح للجيل الذهبي ولحد الآن هو بهذا المسمى، جيل حمل أكثر من اسم وأكثر من طاقة. الحلو بي كل اسم بهاي الأسماء تفرد بطريقة معينة وكتب بطريقة معينة ووصل للناس بطريقة معينة. اليوم اثنينهم شعراء من الطراز الأول، اثنينهم مقدمين من الطراز الأول وإعلاميين من الطراز الأول، ما شاء الله برامجهم سواء كان أو قصائدهم تلقاها على لسان كل عراقي. حاولت بالكواليس منا ما أعرف ردت أسوي بيناتهم هذا التاتش ما صار، بس إحنا لازم جيبهم هنا وصدق راح نخليهم يتنافسون. اليوم حربنا حرب حب بين النجم والصديق والحبيب والأخ النجم الكبير أحمد هندي. السلام عليكم. مساء الخير. شلون الصحة؟ شلونك بعد؟ شلون أخبارك؟ الله يسلمك. الله يعزك ويسلمك. تحياتي لك، تحياتي لكل المشاهدين والمتابعين في كل مكان. حفظك حمودي وابن البصرة وأخونا وحبيبنا الراقي والجميل سيف الحلفي. السلام عليكم. السلام سيف. هذا ضحك حبيت. سيف الغالي. شلونكم؟ شنو الأخبار؟ استريحوا. الله يسلمك. يا الله. مساكم الله بالخير. الله بالخير والعافيه. عمي اليوم انتم حيرتوني مالت الله. سلامكم اول ما جيت يا بتنافس ويا بدني انت الصيحه. يا هذا مشتاق لهذا الرجل، صار لي اكثر من سنتين ثلاثه ما مشاف. اي والله اول شغله انت متفضل جدا طبعا. جدا متفضل والله انه اشوفك واشوف سيوف الحبيب القريب والله. يمكن اكثر الاصدقاء الشعراء اللي متواصلين سواء اكو برنامج او ماكو برنامج دائما عندنا منافسه، مو بصعيد الشعر على الصعيد الثاني ما راح اذكرها هسه. انتوا تنافستوا بيها بالكواليس. سيفين الفي عرفها حاضرين لك. بالبدايه سؤال كلش مهم، بما انه اثنيناتكم كنتوا من الاسامي الفارقه بالجيل الذهبي واثنيناتكم من الاعلاميين اللي فرقوا بساحه الشعر الشعبي العراقي. بدايه خلينا نبدا ويا احمد. احمد ليش اقترن الشعر الشعبي او المنافسه بين الشعراء الشعبيين بالخلافات؟ ليش تحس المنافس دائما ما يقولون يعني احنا نجيب طاري المنافسه الغير شريفه اكثر من نجيب طاري المنافسه الشريفه؟ بالعكس، يعني انا يجوز اختلف وياك بهذا الموضوع. يعني احنا من وعينا على الشعر
كانت المنافسة موجودة من خلال المسابقات، من خلال أماسي مثلا، الأماسي التي تقام في جمعية الأدباء، فارس الأمسية كان يعني تقام مسابقات، شاعر الأمسية. لكن أعتقد الخلافات هي ما صنعتها يعني الشعر والشعراء، اللي صنعوها أشخاص معدودين قد يكون شعراء أو دخلاء على الشعر أو على الوسط الشعري، لكن عمر المنافسة ما كانت يعني تحديدا أنه بالخلافات. إيش قد بالمية هنا؟ إيش قد بالمية منافسة شريفة وإيش قد بالمية غير شريفة؟ أنا يعني إحنا نأخذ المنافسة بمفهومها، لو نأخذ كأشخاص يعني اليوم كمنافسة، المنافسة الشريفة موجودة اليوم، قلت لك يعني من خلال المسابقات. يعني إيش كم مسابقة أقيمت في العراق؟ عشرات المسابقات. إيه بس إيش قد أكو تسقيط من خلال المسابقات؟ أنت اشتركت مسابقات وتابعت مسابقات طلعت شعراء. أنا مدى أحكي على أني أحمد مدى أحكي، أنا راح أحكيك بدون تحفظ. كمبدأ المنافسة؟ كمبدأ المنافسة بدون تحفظ. نعم. يعني راح أرجع حتى جزء أرجع للأرشيف وأفتح أضابير توارد. حلو. بجزء تمام الأول وراح نخوض بهاي التفاصيل ونحكي بها. خلينا نقول باختصار شديد، إيش قد بالمية بالشعر منافسة شريفة وإيش قد بالمية منافسة غير شريفة إذا قسمناها؟ بغض النظر عن ملف توارد، لأن التوارد مو منافسة، توارد كل ما يجي يمثل أوكي. نفسه بغض النظر عن توارد. يعني أنا أتوقع 70% الشريفة منافسة شريفة موجودة 70%. اللي هي على الأرض أشوف، قلت لك من خلال المسابقات، من خلال الأماسي، من خلال كل الفرص اللي تتاح للشاعر أحس المنافسة شريفة. وجوز السيف يضحك إلى غير رأي. لا لا بالعكس، لا بالعكس، أنا يعني بس أكو موضوع تعيد الكلامك بصراحة. شلون هاي ما تعيد الكلام؟ أجبتني لا أجبتني أوكي استمتع. يوم من الأيام يعني بمختصر القضية تعرف أكو خلافات تصير بين الشعراء. صدقني اختلفت ويا شخص مو شاعر. زين. تمام. أوكي. وصلت النتيجة تيقنت إلى إنه ممكن أنت هسه بيناتنا إذا نقعد هنا نطلع نقول يابا هذا أسوأ شاعر بالعراق من ناحية الخلق. أوكي. فاهم علي شلون؟ صدقني منبحث بذاته راح ألقى قلبه طيب. صح. راح ألقى. راح يعني انا مو اقول لك شعراء فد لا صح فعلا، بس هو يعني كل شاعر عنده طيبه قلب. بالضبط شيء اكيد، كل شاعر يبكي، كل شاعر يسامح، كل شاعر يقول انا اسف. فاهم علي شلون؟ فاوافق ال 70% بالمنافسه. اليوم انا كلش حبيت مسالمتكم وهاي السلميه اللي انتم فيها. هو تنويه بسيط، احنا كل مره نحسب التعليقات بكل حلقه اللي هي بحرب النجوم. التنويه بانه بهاي الحلقه راح تنزل، ينزل تعليق بالشانل الرسمي باليوتيوب للقناه، تعليق باسم احمد هندي وتعليق باسم سيف الحلفي، والاسم اللي يجيب عدد لايكات اكثر هو اللي راح يكون الفائز. هاي ما اسوي فليكس صار عليه جمهورنا العزيز، هاي انتم ما نتفاهموا عليه. اولا انت عندك شلون يقول هاي الجعبه مال الجندي، هاي انت جاي سلاحك وجاي. انا اليوم فايز بشوفتكم. الله يسلمك. الله احنا اوكي ان شاء الله ما تستمر، ما يستمر الفوز بشوفتنا نهايه الحلقه. اريد اطلع السلاح الاول من جعبة أحمد هندي. تمام. إيش نسمع؟ أها والله شوف يعني أنا للأسف يعني مقل بالفترة الأخيرة يعني كتاب لأسباب انشغالات، فالمشكلة طبعاً القصيدة ما تنقرع على الورقة، لكن حبيت إنه اليوم من خلال برنامجك نقدم فد شيء للجمهور شرف الحاضرين وحتى الكادر، إن شاء الله ينال رضاكم واستحسانكم. وبعدها أطلب من سيف إنه يقرأ، يعني أنا أطلب من عنده قصيدة الأصدقاء. يا بعد قلبك. دفتر الأصدقاء. تمام. فدول قلبك عيوني. قصيدة رائعة وجدا أحبها يعني. فأتمنى إنه لأن هنا هم يخص الأصدقاء. أقول الغير كوكب أرض أشيل، الغير كوكب أرض أشيل، هواي صحباني ومواقفهم قليل، بالعزايم بيتي كانوا يترسوا، بالمواقف ما يترسون الشليل. إلى ربع القدامة بين قوسين أصدقاء المصلحة الما نصحوا وياي، اللي ببيتنا كانوا مقيمين ولتغطيهم الحجية بغطاي، جماعة رب أخ لم تلده أمك اختفوا بس هيج مالت بي دنياي، بعد بي من أثق وانطل وجه وين
حق وقمت ادور من الخبل راي اذا الحاسبهم اخوانك يطلعون اصدقاء السوء اشرف منهم هواي اذا الحاسبهم اخوانك يطلعون اصدقاء السوء اشرف منهم هواي طحت وبطيحتي حيل استفاديت عرفت كانوا ويحفرون جواي ابو ضلعي وعضيدي الخانه والزاد ما ظل شي وعدت والصبح جاي احب الدنيا كلش لمن تدور تفتر ويجي حبكم على رحاي ضحكت البارحه وحسابنا اليوم عليكم الا ضحك الراح والجاي الله الله عليكم واعتذر لان احسنت احسنت الله يسلمك لا ما شاء الله متى اثرت الله يسلمك يا عمر جيدنا بحرقه اهم الله يسلمك ما تستحق ما تستحق ينهرق قلبك الله يسلمك سيف شو تقول على الاصدقاء الأصدقاء صديق قد مقدس بصراحة لذلك كتاباتي كثيرة على الأصدقاء أتأذى من الصديق كثر ما أتأذى من الحبيب بصراحة سنقرأ عندي دفتر تيمك ولين أحمد قال أنا أطلب منه أي هاي طالبها أي هي هاي قصيدة مقطوعات فرح أقرأ منها جزئين يعني. عندي دفتر بس لسامي الأصدقاء عندي دفتر بس لسامي لأصدقاء كان من كثر الربع ما ينطبق مسجله كل صفحة باسم صاحب عزيز منه قصاصة ورق ما كنت شيك وهسه من شحة مواقف الأصدقاء قمت مني النصة شلعهم طبق ولعمت عيني الله يسلمك عيد من البداية والله عندي دفتر بس لسامي لأصدقاء كان من كثر الربع ما ينطبق مسجلة كل صفحة باسم صاحب عزيز منه قصاصة ورق ما كنت شيك أو هسه من شحة مواقف الأصدقاء قمت من النصة شلعهم طبق ولعمت عين بقى بطرق الجلات ذاك بالميتين بعيون الزرق أو هي بلوى على الورق ما يمشي خيط بيش خيط الورقة لمن تنفتك والله لو ترهم ألزق أوراق ذيك بس بعد ما ريت صحبان اللزق أمنياً إلى الآخر أمنياً ما جيلك ولا أشوفك نظيف قلبك ملفق مثل حائط سجن عشرتك ورقة وعبر وقت الخريف وبردت الدنيا وصحبتك نصر دن يلنطيتك عيني من شفتك كفيف وانت ما تسواش شعر من الجفن أفي شجرت يا مكاسر لك رغيف ليش من ضلوعي تكسر لك غصن موش بس اللي ينطي روحه مو شريف المو شريف اللي يرضى خيه ينطعن وانا هستوني عرفت لك يا الخفيف تنتعش بالدق مثل طبع القطن انت ريشه وموقفك جدا ضعيف تروح تنحط ما تاثر على الوزن انت ريشه وموقفك جدا ضعيف تروح تنحط ما تاثر على الوزن لو تظل تركض قرن تبقى الوصيف وابقى غلبك لو تظل تركض عمر تبقى الوصيف وابقى غلبك لو تظل تركض قرن انا بالراحن لعبت على الخفيف بس على الجايات راح العب خشن الله صح هذا حسن يا الله يسلم والله لو عندي حساب على يوتيوب اللي ادخل اصور والله بس ما عندي والله تريدنا ندخل منافسه ويا سيف الحلفي على الدره رايد دي سالفه يا مهند ما ترهم والله ما ترهم لا الدره الله يسلمك مبدعين اثنينكم والله مبدع ونجم اخوي وقصائدكم عظيمه اللي تساله شنو اللي تغير خلينا نسولف كليتنا سوا ما اريد اوجه سؤال احمد وسؤال السيف شنو اللي برايكم تغير من وجهه نظركم على الشعر ورا ما قدمتوا برامج اكو شيء اختلف شغلات كنت تدرون بها؟ أنا كواي شغلات واجد تدر بها هيك خلي يعني نعرفهن بالضيوف لو نعرفهن بالشعر بصراحة. بالضيوف صورة عامة بالضيوف هي أكيد تكشف لك هواي يعني تكشف لك هواي بصراحة داخل ويا سيوفي أكو شخصيات يعني كنا نتمنى لو ظالين يعني محتفظين بهذا شكلهم اللي نحبه احنا وأكيد الجمهور نفس الحالة يعني مثل ما أنا صدمت هاي بما يخص يعني قد يكون بعض الشعراء هم قلة طبعاً يعني أنا مثلاً مصور 50 حلقة يجوز 4-5 حلقات بس يعلمك ليش صح. يعني أنت راسم لهذا الشخص فتشي بداخلك فصورة جميلة بداخلك تجي تنصدم به من ناحية أولاً يعني أكو قضية ما تعالج اللي هي قضية السلوك ما نقول الأخلاق السلوك القضية الأخرى اللي هي ممكن تعالج قضية الثقافة يعني للأسف إنه اليوم شاعر إلى اسمه وإلى قيمته وإلى
فد مساحة كبيرة عند الشعراء وعند الناس وثقافته يعني صعبة يعني شنتوا تعانون حبيبي الله يسلمك تسلم يا حبيبي ما نحتاجه بعد أنا أشكرك حبيبي أنا يعني كانت أكون معاناة بهذا الموضوع أحمد شو كنت بدأت عندك فكرة تقديم البرنامج سويت أنا طلايب وهاي سويت طلايب بالشهر الشعبي أنا ما سويت طلايب حقيقة منافستكم بالجمال منو راح يفوز بيها أحمد أهلا مني خشم الله يسلمك بس إن شاء الله خلاص تعال خلينا نتنافس شعريا إيه نتنافس كل شيء تريد هسه أطرح لك إياه طرح زين إيه هذا العجز زين عمي ما تقدر حجي عزل ما تقدر عزل ما تقدر شيل ذني مالاتك ما تقدر ذني مالاتك لا ذني مالاتك ذني مالاتك ما يقدر جايب عليه ما يقدر جايب على قلبي سالفنا ما بين متزوج ما متزوج عمي متزوج رجال كبير هو أنا دا أحكي أسوق فوقه أحمد متزوج وموضوع حبيبته أنا بعدين راح أحكي يعني انت موضوعك عمي انت تقول اني فارقت ترجع مثلا حكيت قصيده وجدانيه ترجع تفارق قصيده فراق شنو فيلمك انت متزوج ما متزوج مرتبط ما مرتبط مرضيك شو تسوي انت شوف لا انا ما مرتبط ولا متزوج لحد الان ان شاء الله يعني اكو هيك مشروع عن قريب تجوني للبصره الله يتمم على خير اكيد نتشرف يا بعد قلبي في دول عينك موضوع القصائد انا كلش صادق بكتابه القصيده الوجدانيه صادق زين. الى ابعد الحدود يعني ما اكتب شيء انا ما مره زين تعرف اي علاقه اي ارتباط تمر بمنعطفات يعني ممكن اليوم تلتقي ورا شهر يصير ظرف تتفارق زين ممكن تلتقي بعد فتره فاهم علي شلون فانا مريت بقصه عاطفيه وانتهت من زمان يعني بصراحه حتى تقريبا خرجت من اثارها الحمد لله والشكر فهاي واحدة من القصائد طبعاً ما قاريها أتشرف يعني راح أقراها ببرنامج أكيد شرف الله يسلمك علقت في بيتي صور سيبكي من لها نظر صور تحاكي قصتي ما بين عشقي والقدر في الصورة الأولى كتب لحبها المؤمن ضحك الخجولة التعرف الدين بفروع وأصوله لبست خنجرة بيض يوم الوداع وذبحتنا على سنة الله ورسوله الله 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 صور لأحلام مضت وتناثرت ضاعت كما لون بقمصان الغجر لحبيبة ولصحبة ولما هنا قد كان قلبا وانكسر ما ذنبي إن سرق القمر سويت العلي بالدنيا وزيادة حلم رتب حياتي والله ما راني سويت العلي بالعشرة وزيادة حلم رتب حياتي والله ما راني نويت على الفرح زين لكن عشت محروم مثل المات ثم بعيد ميلاد أنا عاشق حقيقي من الألف للياء وأنا كتاب الهوى من جلادة لجلادة الوقت كل يوم يرميني بسهم بيلون أو صرت طاووس قمت أضحك على عنادي صرت طاووس قمت أضحك على عنادي قمت أضحك على عنادي لكن بأيامي الأخر قد نال من عيني السهر وكتبت في إحدى الصور حبيتك وجيت أخطب لقيت إنسان حبيتك وجيت أخطب لقيت إنسان كامل شاربة بس عقله ما كامل من الباب جيت وما عبرت سياج رغم كنت أقدر أعبر بس صرت عاقل الله حبيتك وجيت أخطب لقيت إنسان كامل شاربة بس عقله ما كامل من الباب جيت وما عبرت سياج رغم كنت أقدر أعبر بس صرت عاقل الله كل شي بروحي طخ سهلة على طخ الرأس وأنا قبلك كنت لابن أمي ما جامل شبر عنا الله شافوا حالهم وياي الخاطب بتنبي مو مثلي متعامل ينظروا لي بحقدهم والله لا يراويك نظرة عاجر من تقابل الحامل الله حلفتكم لا تسألوا عن حالك في الريح ما حال الشجر لا تسألوني ما الخبر
لا تسألوني عليها، هذا يجرحني السؤال. الله يستر هالرجل، هصارت بيئة وجهار. لا تسألوني عليها، هذا يذبحني السؤال. الله يستر هالرجل، صارت بيئة وجهال. الله، وهي خانتني ويا غيري، بس خيانة بالحلال. تلك التي أحببتها سقطت كما سقط المطر. تلك التي أحببتها سقطت كما سقط المطر، قطعت كما قطع الوتر. ضاعت ذهبت كما لو أنها خطوات ماء بلا أثر. ورجعت، رجعت نادمة وقالت لي مشتاقة. رجعت نادمة قالت لي مشتاقة، أو قالت لي مشتاقة، وفز بي حزن يعقوب وشواقي. الله، رجعت وأنا سديت بوجه الباب، بس قلبي فتح 200 طلاق. فحضنتها وبكيتها، وعتاب أم لابنها عاتبتها. ولك ملعون شاموع الطاهر ما تعرف تخون، أو نبع صافع لساس وباسمك يحلفون. وكلش حابني وتقضي العمر وياي، أو علي سويت روحك بالعشق مجنون. اخبصتني وتحكي عن موسى بتوها للليل، أو تالي من الصبح رحت الحضن فرارا. افتحت لك قلبي الفاتح لشق بالروح، أو بياض الراس من شفية المأذون. المهم دفيت حضنك يا عشيق يا شوق، المهم دفيت حضنك يا عشيق يا عشيق يا شوق. هذن بعدين أهم شغلة العرس مضمون. أو علي من مستحي، علي من مستحي برق البيوت الصير. اتونس عيش يومك عوف لي اليومون، اش ما أخذ مني قابل هن 5 سنين. وصحتي وكم حلم وردي وقلب وعيون، وحلمي وعافية عمري وهوى 20. وذن يمك الخاص وكل شي ما يسوي. الله، ولا تحكي بزعل، طاري القبر مو زين. لا تحكي بزعل، طاري القبر مو زين، دام بخير انت الباقي كله. الله الله، صح لسانك، صح لسانك، والله يسامحك يا بعد قلبي. ادعي لك بهاي الله، وعليك من الندم ما ظل اصابيع. الله، شريتك وقت ما حد كان شاريك. الله، وبعتني برخص وقت ما حد يبيع. الله يطيب، الله يسامحك. ادعي لك بهاي وعليك من الندم ما ظل اصابيع. الله، شريتك وقت ما حد كان شاريك، وبعتني برخص وقت المحد يبيع. يطيبا هات قل لي طيبا، شلون عمي شنو ببالك بعد همض المشاريع؟ اشتداوي وبين جروحك درابين، اذا ينزل دواك ببين هيضيع. الله، استفزني سيف. الله الله، الله مواضيع الوفا والحب والاخلاص. دفى الايام ومسامر لاسابيع، قمت اكرهن وما احبهن وياك بكثر ما كنت احب هاي المواضيع. الله الله، من الباب جيتك كنت شاريك، وعاف هواي قلبه وقلبك اختار. صار سنين احبك مو عشق يوم، حتى انساك صدفه وجهي اندار. الك بالروح حسره تقطع الروح، ولك جرح على طول من البعد صار. الله، طعم الليل بعدك من يجي الليل، طعم راس الشهر للقاعد يجار. يعني شلون قل لي تريد ننساك؟ شلون وشبر شبر بغرفتك عندي تذكار. انا بنار هجرك مشتعل ماي ومشتعل بيش انطف بنار. وضميتك رغم كل هاي الجروح، ضميتك رغم كل هاي الجروح، مثل ضمت قراء بحضن الصغار. وصرت معقود ويا الدار والدور ببالي، ومن يشيل الدور والدار. وحفظت سنين حبك عن ظهر غيب، حفظ صف اول باول نشيده. وعلي اسهامك انت شقد قريبات، بقد ما عنك اسهامي بعيده. واقول المهم ايامك سعيدات، رغم ايامي ما كانت سعيده. منك ما امل وجروحك اعزاز، اريد انك تجي وجرحك اريد. الله، ويجي سهمك بقلبي قطع الروح، واصفق لك واقول الله عيدك، واصفق لك واقول الله عيدك. وما اريد اكابر حتى تستفز. يلا نسمع. ما اريد اكابر والهجر ما بيزود، عايل مشيت تقول مشيت محسود. الله، لو باقي عالي
وما ألوح أحسن حيل بس المصيبة بسلتي كان العنقود. الله الله جريت شفك من نهد ما صديت وليه سكفي مصوفر وما مديود. الله وين ألقى مثلك وانت حظنك تفصال ربك قياس الحظم منطيك زنود. عود البخور يموت من يبدي يعيش وهيك انت حبك عايش وما موجود. لا تمشي وحدك خاب خل امشي وياك هو الدمع شي فيد لو ماكو خدود. كل الدموع بالنهار تجمعت في سكون الليل فاضت أدمعي شيئا فشيئا ان قلبي قد خرج لو لم تكن في صدري قبضة أضلعي. لو كنت في قربي تراك نواظري لاختاض من شعري قصيد الأصمعي. جمع شملي أبتغي جمع شملي أبتغي لا شملنا رؤياك نصفي والرجوع وتجمعي مو بالجقارة بصدري خليت النار. بهداي أمشي وبيا رقضة هادود جرب تعال بيوم غطيني بهيل ورجع لي بعد أسبوع تشتم بارود. فرقة مو ضربة قدر ضربة عين شي عندي مثلك شنت كلش محسوس من نحجي بيك يضيح دمع الدفان بلساني شوغة ناي وسوالف عود أنا أنطي شجرة وما أضحي بعصفور. الله أعطيك كل شيء كان بس كونت عمي. الله سلامتك. نسمع 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 ما عدنا وقت نسمع ما عدنا وقت نسمع. صدق أذاني بفراقه وحنين انهد صدق أذاني بفراقه وحنين انهد. زين أول مرة أشوف الكون كله سود. الله الله غصمه لغصمه عيده سيف عيده. صدق مو شقة والله صدق أذاني بفراقه وحنين انهد. الله أول مرة أشوف الكون كله أسود رسمه لغصن وهمي وحلم بستان خسر روحه وخسرني وتالي ما ورد. الله ما ظلت ببالي من هجرن الطير أنا الكتلة نتشية من طار ما غرد كتني الوصل أخبار. إيش أسوي سيوف؟ ما ظلت ببالي شو مسوين فيك سيوف؟ شو مسوين فيك سيوف؟ ما ظلت ببالي من هجرن الطير زين أنا الكتلة نتشية من طار ما غرد كتني الوصل أخبار قالوا وروحه محتارة وقالوا من جيل الليل توصل والنت الجارة. الله وقالوا قالوا بيها فرشوية البستها هواي الترفل كان يطبع فوقها سوارة. وانا يا من صحته وقلت له ليه غشوك انا يا من صحته وقلت له ليه غشوك السواحل حلوة بس بقلوبها حجارة. الله مو كل من فتح لك حضنه ملقى حارة الشبك يفتح حضن بصات خطارة. يا رب شلون يا رب شلون مو كل من فتح لك حضنه ملقى حار الشبك يفتح حضن بصات خطارة. يا رب شلون ما لحت يا موادم قلبها اسود اخذ رموشي غطيه زين خايف يمهم استبرد ولو باب الاعتاب انسد. مرات الرمد مو بالعيون يصير الما قدر العشر احساسه كان ارمد. من شفت الحنين من شفت الحنين بصدري قام وطاح هنا استوعبت معنى الجزر والمد النهر هم مثلي يمكن كسر ظهر فراق وإلا ش عنده ظل طول العمر ممتد. تخلص روحي تخلص روحي كل ما يبدي عدنا أسبوع هو الما لأحد يكره الأحد. يلم طلع يلم طلع نبي من الحوت طلع ولفي لو ساعة أريد أشكيله من ضيمة وسولف له على وداع واحلف له بغلات الشوق الغالي وقدره وباعه اذا هو انحضن بالليل ويد الغربه جاست ثمرته وقاعه ما فهمته وانا محير الطبيب وياي كل ليله على صدري تنام سماعه كل ليله الومه شقد وابكي له من احس دموعه فوق الخد واغني له بدمعتي وكون عدها لسان شا كل الصور تشهد. صرت مثل الوطن بالواحد وتسعين قمت من داخله تفرهد ولو شغله تكسر بعظام اقول تهون المصيبه الذكريات شلون تضمت وانا ما زكي ولفي بكتلي ما بري ما طاعني بس مشارك المبرد لو ما بي مجال المبرد يلزمون ولو ما ضاح كلها سيوفهم تنحد بس الظاهر النخله اشتهت فلاح اي والله ومهدت للدرب خاطر يجي ويصعد واكيد مسوي عمله اكيد مسوي عمله وخاين الشلال ومعثر تحوبه وما قدر يصعد يظل حزني نذر لعيون المعرسات كحل وبذكرياتي ترسم المرود وبعد ما استقر والعمر سفر اقضي لان يبطل وضوء الماء من يركد او علي من طين تبخده علي من طين تبخده العمر خلصان
الكل من عاف نترك بوسه فوق الله الله سلامة. الله الله احسنت حبيب. اليوم يجوز اخذنا طريق ثاني للمنافسه وهم طريق حلو بما انه انا روح يرجع المنافسه لا خلي مو بمنافستنا بانه اليوم احنا راح نقرا شعر حتى الناس تستمتع اكيد هو الهدف الاول والاخير اكيد اتفقنا من هذا الموضوع اذا اقلب تليفوني اوكي هيك في باليوتيوب تعرف احنا واحد اوقات فراغه يقضيها باليوتيوب فشفت سيف الحلفي صح ببرنامج احمد هندي اي اوكي صح الدم وين الدم وين الدم ما شفت احمد هندي ببرنامج سيف دعيته وما اجي لان متكبر هاي زينه انا اعوذ بالله من كلمه انا رجل متواضع خابرنا احمد هندي برنامج توارد قال لي اخويا سيف الحلفي رايدك ببرنامج توارد قلت له اخويا تريدني اجيك بالطياره لو مشي الله يسلمك والله نعم قلت له جايك اخو عزيز خذ انت كان هسه بغض النظر عن البرنامج مهم مضاف لي لا بالعكس انت اضافه للبرنامج الله يسلمك يا بعد قدام الكاميرا احمد هندي دعيته مرتين للبرنامج ما جاني اخوي مرتين قوي يا لا فرق بين ما جيتك ليش خوي ايه فرق بين ما جيتك وانا اشوف والله العظيم يمكن كنت بربي لاني انا ما اعتقد كنت بربي انا اقول لك صار اجى المولود اي ايه صارت ايه ولاد اي ايه صار مرتين والله كان عندي ظرف ايه بس هم ما تدري شنو هي انا ما اقدر يعني شوف هسه انا مكيف هسه هنا اكو حاله بعد يمك مهند مهند اكو حاله جدا مهمه زين جدا مهمه هسه لازم هاي تقص لي اياها وتخلي لي اياها يلا اللي هي يعني مقدمي البرامج قضيه ايه تدعيني وادعيك اللي يحتوك ايه هسه انا طالع وياك انت ما طالع وياي وسيف طالع وياي انا ما طالع وياي هاي عفويه وبدون هاي بدون عفويه اكيد ومع العلم يعني الرجل يعني شرفني بدعوته والله العظيم أكيد انت بس الظروف يعني ما يلا قبل ما نرجع للرسميات بالقوه لا احمد رجعنا احمد هندي انت الان مقدم برنامج بهاي اللحظه ولك سؤال السيف وسؤال الي حلو تمام 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 بما يخص الشعر لو اللي عجبك هذا هسه هاي الفقره مالتك اعدادك انت حلو يعني حتى اذا طلعنا من مود شيقه عشق وحرب النجوم هذا يمك الموضوع حلو تمام ايه ناخذ شيء بين ما حضر الاسئله ناخذ شيء بين ما حضر الاسئله على مود يكون ببالك انت هماتين راح يكون تكون لك هذا الموضوع نقرا شعر قريت انا حتى لا اخذ اكثر من وقتي لا والله مستمتع لا اقرا وانا لا يا بعد قبل لا تعزم وبعد تفضل لا سيف من الشعراء المبدعين حقيقه يعني اكيد طبعا يعني خلينا من الكاميرا والله العظيم من الشعراء اللي يستحق ايضا يعني اخذ ما شاء الله قيمه ومكانه ويستحق بعد يستحق اكثر الله يسلمك يا حبيبي كلك ابداع وانا توني قريت صار خدمتكم انا حتى لا اخذ من وقتك استمتع خلنا نستمتع احنا مواتين قصيدة عذرا فيها شيء من الأنا قصيدة يعني هي تحكي عن حالها عن الواقع غمها الدنيا علت ناس ظلام غمها الدنيا علت ناس ظلام افترت والبلاخر صار قدام الأعوج وصلت للسم هلال وحبستها العدل ميل بظهر جام صعد صيت الطبل شي يحكي وجهين مرغوب المنافق هاي الأيام والطيب نزل نزلت نبي ببير الوقت خلى الصفر شيخ على الأرقام يا رب ما معترض بس وين الإنصاف توفق الشوك ويصيحوا لشمام والبرحية لانفحط الصواعيد مكسورة وحوتها حتى الأقزام الحبل الله يسلمك يا رب ما معترض بس وين الانصاف توفق الشوك ويصيحوا لشمام والبرحية لانفحط الصواعيد مكسورة وحوتها حتى الأقزام الحبل نفس الحبل بس حظ ما يختار لو مرجوحة حصتك لو للإعدام لو تضحك القاع الجدمك ورود لو جدمك يزل والحقل للألغام من أي دليني حظي وين ألاقيه وقعد بكرسي واكسر رجل ذا قام أنا التعبت هواي الأيام الله يسعدك
أنا التعبت هواي الأيام وبقى فارس منصة وفارس أحلام. الله الله. قالوا عنا الله يسلمك. الله حلو. نعم. أنا التعبت هواي الأيام وبقى فارس منصة وفارس أحلام. الله. قالوا عنا طايح. قالوا عنا طايح بس ضحك حيل. يكتلن من يطيح عن روس الإسهام. قالوا مستوى راجع قلت إيه. الراعب رجعت يقود الأغنام. أنا المتروس ما تاني الفراغات ولا خير ارتجب صحبة هالأيام. البحر شيهم مطاح المطار ما طاح أصلا مو ببال الغيم الأجضام. والله أنا بن عائلة وجروحي بتخير ما لف جرح ما دق بالعظام. أنا بن عائلة وجروحي بتخير ما لف جرح ما دق بالعظام. وأنا خشبة بدو مو حطبت النور بوقفت تجر نفسها صدور الخيام. مرات انعزل واشرد من الناس الماء ميزة وكحلهن من الاصخام. اذا عبلت وقتنا تريد شيبوب عنتر حق لو ضليل بس الكلام. افرفح وانعصر بس ما اطخ راس ومو بس راس ما اطخ حتى الجدام. من شفت الزرعة البارحة غسلت جفوف من الزرعة العام. افرفح وانعصر بس ما اطخ راس ومو بس راس ما اطخ حتى الجدام. من شفت الزرعة البارحة يموت غسلت جفوفي من الزارع العام. المن يشتكي اليا مركز مروح ومن يحس بينا من تنضاق الاحلام. بشر تقرا عمر وبلحظه يندار عكس مثل الكتاب من ورا الجام. بشر تقرا عمر وبلحظه يندار عكس مثل الكتاب من ورا الجام. وانا متعبتني روحي لادري شو تريد. عطش سكران بيها وجوع صيام او قلت مو مشكله خد تنحن الروح. اذا ما تنحن تظل خرس الاقلام ما دام بالوسط بيد المجاريف شي ظرنا تصدر وجه الابلام. او ما دام العمر بعده وظهري بيه حيل خليه ينقطع لتجير الاحزان. الله 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 الله. وقت واهس للفرح ما ظل بيك لا تدق باب الثلج يجوينا احنا من نحترق ما يطفينا ما يلعينا راحت شنو اللي احنا بعينه. غربه كمنا نحس نفسنا بهالحياه وبالعكس صار الهوى يفربينا وبالعكس هسه القياس بكل شي صار وشوف نامت وين زلم الزينه. اللي عنده هسه فلوس مو يعني ابن خير اللي عنده هسه فلوس مو يعني ابن خير ابن خير الما مصخ شفينا وابد مو شيخ اللي ما باسم شيخ. الله يسلمك. اللي عنده هسه فلوس مو يعني ابن خير ابن خير الما مصخ شفينا وابد مو شيخ اللي ما باسم شيخ مو الحافل ما ترس رجلينا. وقت قيمة انطيت كلش للرخيص راح نمشي ونكرمك بسكوتنا. قمنا مو للبيع نكتب على الضمير من كثر ما ناس قام تفوتنا. قصور صارت عندهم وما يقنعون حاسدين على الدفم ببيوتنا. قصور الله عليك قصور صارت عندهم وما يقنعون حاسدين على الدفم ببيوتنا. ننام ويفوت القطار البي حرام نجوع بس نقول خلي فوتنا ونكبر وما يكبر ويانا القميص ومن لبس نصير هالقدوتنا. ونكبر وما يكبر ويانا القميص ومن لبس نصير هالقدوتنا. وقولوا غشمة هي تربات أهلي هيج العايش ويا النخلة ما يدور غلب هم خانوا احنا ما نعرف نخون. الوجه أسمر بالشمس ما ينقلب احنا حتى لما يجون اللي يكرهون بالسلال انطش مودع على الدرب. ونصعد ويحجون عنا ويعطشون وننزل لهم ماي صالح للشرب. الله الله. راضي عن نفسك ورا هذا العمر الشعر صار عمر. اي صحيح. انت قبل شوي من تقول ب 2008 او 2007 هذا عمر صح. راضي عن نفسك؟ يعني بدينا قبل هذا العمر يعني 2005. اذا اقول ما راضي عن نفسي فاظلم نفسي. زين. واذا اقول راضي عن نفسي راح اوقف طموحي. فاهم علي شلون؟ اوكي. نسبيا راضي عن نفسي انا. فكر لي بصوت عالي سيف. ماكو كاميرات بالخوه هسه احنا قاعدين بمكان وحدنا. اليوم الشعر اختلف، الوسط الشعر اختلف، يحتاج تواصل دائمي،
يحتاج تسجيل وتصوير والتقاء وهاي الأشياء. اليوم الشاعر كانت قبل تحدده المنصة وتحدده قصيدته. اليوم الناس، أنا أتابع طبعاً بالمناسبة بالتعليقات كثير من الناس اللي يعلقون، تحياتي الكل واحد يشاهدك مهند، كثير من الناس اللي يعلقون يقول هذا الشاعر صوته أحلى، هذا الشاعر لابس أحلى، تحياتي لكم. صارت لكم عمومية بالموضوع، مو هيك المقياس، مجاز يكون مقياسهم صح سيف. اليوم يعني اللي يعاملون الشاعر صوت ممكن، اللي يعاملون يعني الشاعر كنجم كشخصية عامة. مهند أنا مو مطرب حتى تقيم من خلال الصوت، إذا تريد أغني لك خمسة يا حلو. سيف أنا اليوم أقيم الشاعر، أي إذا تسمح لي أقاطعك، أي إذا تسمح لي مقاطع الإلقاء طبعاً، الإلقاء الإلقاء والصوت هاي. لا لا أحمد، أنا دحش على غير نقاط، أنا اليوم دحش على لبس وكاريزما وحضور وحوار وكلها عوامل النجم، فرق عن عوامل الشاعر الناجح. أنا فاهمك، بس اللي أرد أوصله للناس يعني مثلاً شاعر فقير، شاعر فقير ما عنده مثلاً يومية يشتري له لفد لبسة جديدة، يعني شلون هذا يبطل يقعد؟ هسا إحنا الله نعطينا نوعاً ما نشتري هاي اللي نقدر عليه، ملابس مواصلين الناس، سترة حمود يتخبط. الله يسلمك. والله. بس مثلاً يجيك شاعر مبدع وإمكانيته المادية ضعيفة، إحنا ليش يعني هذا شلون يبطل؟ وهو تلقاه شاعر مبدع وأكو أسماء، أنت هسا ببالك تجي أسماء. وايد أسماء ببالي. فاهم علي شلون؟ هذا لا يعني الناس ما تسمعه الا يلبس ويكشخ ويسوي تسريحه ب 20 احسن شعر بالعراق منه. لازم تسوي ب 20. اي والله ب 20. اريد اسم وما راح اتنازل عن هذا السؤال، منو احسن شاعر بالعراق بكل هاي المقومات، كنجاح كنجوميه كشهره كشعر؟ ما اقدر احدد لك اسم. لا كلها حددت، وانت راح تحدد واحمد راح يحدد. يعني احمد بنزغل ابو علي من الجيل، من الجيل من اللي موجودين حاليا هسه احنا بهاي فترتنا. أسس بهاي اللحظة منو أحسن شاعر بالعراق؟ يعني أحسن شلون؟ شعراً باوع، رح أعطيك أربع عوامل. ايه؟ شعراً، ايه؟ ككاريزما، ايه؟ كثقافة، ايه؟ كظهور خلينا نقول. يعني أنت كتواصل ويا الناس. تريد مني أحدد لك إنه هو نجم وهو شاعر وهو كاريزما؟ هو لامهن كلهن. ايه؟ تمام. عنده ايه؟ نسبة هنا 80%، هنا 20%، هنا 70%، بس بالمجمل ايه؟ هو الأول. أنا طبعاً راح يزعلون مني الكثير وراح أجاوبك جواب صريح. رأيي بي حتى بيني ما بين نفسي وإنسانيتنا أيضاً أضيف لك الهذني كلهم. أي حلو. شخص مبدع، شخص مثقف، شخص شاعر جداً أفتخر به من جيلي. ولا يزعلون علي الآخرين، إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. أكيد طبعاً. هذا رأيك الشخصي. هواي أسماء وهواي نجوم اليوم أفتخر بهم، حددت الجواب بجيلي فقط. أوكي. فاهم علي شلون؟ لا يزعلون علي الأكبر من عندنا أو اللي إجا ورانا، هواي أكو شعراء مبدعين واللي أفتخر بيه من الجيل الحقيقة مع حبي واعتزازي بالآخرين كلهم مبدعين وكلهم أفضل مني. اللي أفتخر بي اليوم يمثل الشاعر المثقف والحقيقي اللي وصل عربياً رائد أبو فتيان. تحياتنا للشاعر رائد أبو فتيان، أبو ود الحبيب. أبو ود أحمد هندي. أنا ما أقدر. لا تقدر حقيقة، ما أقدر. لا تقدر. شوف راح أقول لك على فد شغلة أحمد. اللي وانا لو ما لو سيف ما مجاوبش انا اجاوب، بس جاوب سيف. انا حقيقه أي يعني هذه القضيه، انت اختارت مواضيع اللي هي الكاريزما والشعر، يعني برايي عده عوامل كنجوميه. انا برايي الشخصي وبقناعتي الموضوع يتراوح ما بين، يعني قلت لك اني اجاوب سيف، ما رد اجاوب، ما بين رائد ابو فتيان وايهاب المالكي. احيانا الكفه تميل بصالح رائد أبو فتيان، وأحيانا الكفة تميل بصالح إيهاب المالك. تحياتي لهم. قلت لك هاي واحد، هاي بمنتهى الصراحة. يعني من قلت لك الكفة أحيانا تميل بصالح رائد، يعني دائما رأيك وين كان أنت سأل كفة؟ احنا والله العظيم قناعتي الشخصية، والله من أقعد يعني مثلا احيانا اقعد بين انا حتى ابو حيدر لا يزعل علي، انا حددت الجواب. لا لا بس انا حددت صوتوني. زين ابو حيدر ايهاب المالكي صوتوني فين الكاميرا؟ صوتوني. صدتك فيها، صدتك فيها. قلت لك انا شوف، لا لا تورطت. انا حددت الجواب، حددت الجواب
على جيلنا. والله ما ردت جواب يا بعد يعني انت من جاوبت بعد انا قلت له سيف ما مجاوب محضر هذا الجواب. ابو حيدر شاعر كبير واحنا ذاردنا نذكر بصراحه ذاردنا نذكر شاعر يعني بهذاك الجيل هم بي هواي نجوم وهواي اسماء. ابو حيدر تحياتي له انسان رائع وشاعر كبير جدا شاعر كبير. انا حددت جوابي بعمرنا يعني جيلنا جيلنا صحيح. لا لا للامانه للامانه صوتوا له للامانه قضية يعني بتجرد تام يعني وحكيت لك بكل صراحة وهاي قناعتي الشخصية قلت لك وما قلت لك فلان وفلان قلت لك أحيانا الكفة تميل هنا هو قال هنا وهنا حتى شنو جمهور رائد يصوت له طبعاً طبعاً هاي لا 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 قضية قضية قناعات شخصية وحقيقة سيف أهني على شجاعته يعني اليوم أنا أفرح حقيقة لما يجي شخص يقول أنا قناعتي إنه هذا الموضوع بالشخص الفلاني بالعكس هاي طبيعة البرامج اللي اليوم هسه العالم عرفت علاقتكم الله يسلمك وعرفت محبتكم وعرفتنا إحنا شنو من شعراء متصافين هسه ممكن نتنافس طلب يعني ليش طافين نتنافس عم نتنافس نتنافس عم نتنافس هسه حطلب من عندكم طلب هذا طلع اي هاي الطريقه يمكن ما حد جيبها بالبرنامج بس يا اخي تعبت من عندكم والله نتنافس اي نتنافس عمي وصلتوا لي على قد زين اكو اكثر بعد اكو تعليق التصويت الشاعر احمد هندي صوتوا له اي عندي قصيده كاتبها قبل 10 سنين وما قاريها ولا ببرنامج والقصيده حافظها نقراها نسمعها العفو يعني شايف هيك شيء قبل 10 سنين وما قاريها ولا ببرنامج ولا قاريها نيالك شلون هذا شلون قصيده صارت بوقتها كان اكو اسفاف بالاغنيه العراقيه حيل زين فكتبت يعني بما انه احنا نكتب ناس كتبت نص على يعني بيها نقد للاغنيه العراقيه أوكي. اللي يعني اخذت غير مسار بس ما صارت الفرصه انه اقراها يعني باي برنامج النوب المشكله اليوم الاغنيه العراقيه بدت تاخذ مسار يعني طيب انه يعني نوعا ما بدت تتهذب وبعد انه تلاحق للقصيده قبل ما تتعدى الاغنيه حيل تقول يا اهل الطرب سدوها الجيوب زين لان موجود بين اهل الطرب لص الفن صاير سخيف بهاي الايام مع كل اعتزازي وبالحكن خص الى كل من اساء وبعد ديسيء للفن العراقي وخنجره يقص التخصص صار عد العدهم شكال انه بسمع شنو يقول التخصص المطرب مو مهم عنده حل الصوت المهم يعرف يهز وخوش يرقص المهم فاتح قميصه وصدره مكشوف وعشر نسوان يمه وهو بالنص وينك يا حريم الطرب ديموت تعاي وشوفوا شنو هذا التملص احترام المشاهد الحضور دغنوا مثل ما كانوا يغنون شنو داخل حسن اغنيته تقرص اللي يسمع ياس كان بذيك الايام الما يشرب يحس كان عابر النص والاخراج اللي يسمع ياس كان بذيك الايام الما يشرب يحس كان عابر النص والاخراج شحكي لك على اخراج حيل بلا حيا صارت احسها والموديل هاي تطلع وياك ابد ما خلى شيء يبقى بنفسها شنو الموضوع احسك بالغت حيل بس ما طلعت ليله عرسها لبسها لبستها يا صدق عيب بنت باري اسمه هيك لبسها سلام الله الله طبعا هاي رساله مهمه يعني بصراحه بالضبط يعني واليوم احنا نقول شويه بدا يعني يصير تغيير اي سيوف اقرا مقطع ومن بعده راح اقرا قصيده طلبها صديق عزيز علي خلينا نوجه له تحيه شاعر المبدع علي مراد طبعا دائما يكون خلف الكواليس انا يعني انا قلت خاف ما يقبل اذكره اليوم برنامجنا اليوم علي مراد علي مراد شاعر مبدع وصديق عزيز علي وطلب مني قصيده واتشرف انه ألبي يسمعها ويسمعونها المستمعين لكن قبلها مقطع شرد اسولف لك علي يوم المشيت خاف قهرك ما أسولف بالثقال دمعة المفطوم وإحساس الغريب وكسرة الهستة وخاسر بالنزال وفشلة المقطوع جدمة وسابقه وصفنة المنسي ولا مر على بال شرد أسولف لك علي يوم المشيت خاف قهرك ما أسولف بالثقال
الخفيفات دمعة المفطوم وإحساس الغريب وكسرة لها استوى خاسر بالنزال وفشلة المقطوع جدمه وسابقه وصفنة المنسي ولا مر على بال ووحشة أول ليلة للميت غريب ذن عشتهن كلهن بيوم الرحال شيخنا المأذون مبيوق العروس وخر تشفية عقدك مو حلال هي صح مو مرتي بس متزوجين لا تخرب عائلتنا بالخيال ببالي غرفة نومنا وذاك الأثار شيخنا المأذون مبيوق العروس وخر تشفية عقدك مو حلال هي صح مو مرتي بس متزوجين لا تخرب عائلتنا بالخيال ببالي غرفة نومنا وذاك الأثار وحتى سولفنا على اسماء الجهال وروح بخير روح بخير والحاسب نفسه إلى أن بالمهر قطعة ونفسه شي كلف الله لو يخلق نفسها بعد وحدة ولعلها تصير لي الله من يوم اللي محتوياك من يوم اللي محتوياك ما عان الجدم خطوة على درب الدار ما عان قعدت تبكي وفصوص العين ما عن لحد ما صورتك سالت بدي العاشق العاشق من يموت يشوف مرات العاشق من يموت يشوف مرات ونذكر من متت والريج مرات شاليد الطبيب ثلاث مرات وقاحت وشرت على الخان بي الله 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 كفرت بكل صلاة للحب ولا ذان من هد ما شردن وعودك ولا ذان بكيت بعيني وبروحي ولا ذان بكت وسوالفك طاحت بدي نزلت لهم القصيدة اللي طلبها المبدع والرائع علي مراد نزلت لهم لأن ما قدروا يصعدون نزلت روجة بس غرقت سفن بيها انزلت كلش بحيث شوي وطخ الغيم الشمس كنت بقفاي من امشي خليه نزلت لهم لأن ما قدروا يصعدون نزلت روجة بس غرقت سفن بيها انزلت كلش بحيث شوي وطخ الغيم الشمس كنت بقفاي من امشي خليه نخل تين زرعت صار انتراك القاع وغيرش قد زرع بس تمرة ما بيه أمنك ضعكازة كنت مجامل العميان وتعثر كذب بدروب ماشيه سابوح الصدق يلبس الروج أحزام أو يحط لها نفس ما يختنق بيه ونركض على السراء أو كاحة مو عطشان النهر يابس وأمر بجروف وزقيه الليل الليل إش ما يطول أشعل سرب شمعات وذا شمعاتي تنصب خزرة طفيه ملح بسوال في ملوحة خبز تنور الكلمة الماسخة ما عزب عليها بحكمتي تحيره والإقمان والبهلول أحط سالفتي بالميزان وأحكيها وأنا من أهل الله أنا من أهل الله بس صاحبتي بالتبليس وعرف الغيمة كم قطرة مطر بيها أنا من أهل الله حمودي أنا من أهل الله صاحبتي بالتبليس وعرف الغيمة كم قطرة مطر بيها ومن بعيد عرف البير ما بي ماي من بعيد أعرف البير ما بي ماي أم نشوف الناقة تتش على راعيها أم نشوف الحوم يفتر يعني خالي البير وماتت يم عالم ما مرويها بظهر من الربع شايل عثك طعنات ومريم ماكو حتى تهزني وانطيها صحبان ودمع طاحة وسوء من العين مسحت الدمع بس الصحبة خليها يتقربولي وأنا أعرفهم وش يردون يتقربولي وأنا أعرفهم وش يردون عرفت فلاحهم وأفكاره قاريها يصعد عنا خلي يشبقها خاف يطيح مو شبقت محنة ومستعز بيه أو شلتهم عدشة تفمورة بلا تابوت وشيع صاحب بكل خطوة لمشيه وعلى الوجنات طاحت زفتين دموع أو دمعة بعيني ما باشي إذا حاشي إش وقت يا جرحي إش وقت يا جرحي تنشف إش وقت يا جرحي تنشف كافي عوزك طول قل بعمرك عقل والطعن ناسيه إيش وقت يا جرح تنشف كافي عوزك طول عوزك طول اللي بعمرك عقل والطعنة ناسيه أو على حس الجرح خفيت دمع العين مو روح اتخذ على الطبلة رجليه الله أو آسف على الإطالة لا كلك إبداع الله بعد قلبك الله خلينا بما أنه اليوم إحنا من ثلاث محافظات بالعراق مختلفة خلينا نقول شنو رسالة الختام يا أحمد أنت والله مثل ما تحب أريد أسمع أبيات بالله نختم بها طبعا بما أنه إحنا اليوم في بغداد من البصرة الحبيبة موجودة أيضا راح أقرأ مقطع من أغنية حكايات بغداد تمام
اللي تقول سلاما يا نجف يا بصرة الخير، سلاما كلما نادى المنادي، سلاما يا أهن بكل العراق، صلاح الدين موصل والرمادي، الكم جايب من الوطن مرسال، باكر نفرح ويتعدل الحال، علينا الغيرة احنا نفصل افصال، الأصيلة شماجرة تبقى أصيلة وما تفرقنا الأصوات الدخيلة. شكرا لكم، شكرا لبغداد الحبيبة. الله الله الله، هذان العراق الغير تتفور، أبو النخوة الشهم اللي مبتشي لسنين، السأني جقت خواتي هواي عديت قبل عرض حسبت بالتجوارين. تحية الكل علي يسمي ابن عثمان، وبؤس الكل عمر يتسمى بحسين. الفخر والزود دنق مدرسنة، الفخر والزود دنق مدرسنة، ويظل نهج المراجل مدرسنة، دخت جيراني شيعة مدرسنة، يصلي مشتفون القمسوية. وصير مو كل الصعبة سني، ريدي زورك حيدر يتشتف يسجد على التربة. وصير مو كل الصعبة البصراوي يزور الغربية بين أهله وما يحس بغربة. الله. وصير مو كل الصعبة وعدي سؤالي يفر الراس، ياهو ما يحب العباس. الله. متأكد سديت الباب وما ريد الشك يدق بابي، الأمة لوحدها محمد وفش لي يفرخ أرهابي. شوف كتابك نفس كتابي، وعوف عتابك وضم عتابي، ما معصومين ولو نغلط يما الله حسابك. يا دار من احمد نقفل بيه يستاهل. اي اي احمد ذبحني شلون تكون بموس، اقطع ايدي والراس وفقسها للعين، بس لا تقول لي ما تحب الحسين يا حبيبي. وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، راح تلقون تعليقين، كل تعليق باسم واحد لاحمد عندي وواحد اسم عندي صوته اكيد، والفائز انتم بالتالي. نورتونا حبيبي. شكرا. الله يسلمك. شكرا.